منذ انضمامي إلى نقابة المحامين لم أشعر بكينونة مجلس نقابة المحامين إلا في 15/1/2019. الحقيقة أن هذا اليوم هو ميلاد حقيقي لكرامة المحامي، هو ميلاد حقيقي لنقابة المحامين، هو ميلاد حقيقي لصحة القرارات التي أصدرها مجلس النقابة في شأن إعادة جدول نقابة المحامين إلى وضعه الصحيح. وإن كان سبقنا هذه القرارات في المادة 77 من الدستور اللي نظمت وقالت إن مجالس النقابات حرة في جداولها، حرة في تحديد الأعداد المقبولة، حرة في تأديب المحامين، حرة في، وإنما هذا يتطلب تعديل تشريعي.